مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. نواصل فيها متابعة احتفالات المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك. مصداقا للآية القرآنية الكريمة في سورة الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يشهد موسم الحج رواجا تجاريا ومنافع متبادلة بين أهل وتجار مكة وحجاج بيت الله الحرام، ولكنه تحول إلى صناعة كبيرة في السنوات الأخيرة تحقق عوائد للاقتصاد السعودي تتجاوز 4 مليارات دولار، ويتوقع أن تزيد إلى 13 مليار عام 2030. الحديث عن موسم الحج لا يقتصر فقط على جانب العبادة والشعائر، بل يمتد ليشمل جانبا آخر من الفريضة وهو الاقتصاد. وفقا لآخر الدراسات، فإن موسم الحج يدر عوائد على المملكة العربية السعودية سنويا تقدر بما يزيد عن 4 مليارات و200 مليون دولار، ستزيد إلى 5 مليارات و600 مليون دولار في غضون 5 سنوات. إنفاق حجاج بيت الله يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له الحجاج نحو 40% من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 30%، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14% من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10%، في حين تذهب 5% المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة. أشكر يعني يا ربي أولاً اللي أعطانا يعني إقامة يعني في بيته، ونحمده ونشكره، واللي يعني اللي يتمنى حاجة في حياته يتمنى الحج. لا أستطيع الشرح، ليس لدي كلمات. بالنسبة لأي مسلم، هذا هو أكبر حلم في الحياة، أن يرى الكعبة ويدعو لنفسه وللأمة الإسلامية كلها. إنه لأمر مثير للإعجاب حقاً. عندما رأيت الكعبة كنت مثل الطائر، كنت سعيدة جداً، لم أعرف ماذا أفعل، بكيت. وفق خبراء، فمن المتوقع أن ترتفع أعداد الحجاج والمعتمرين بحلول عام 2020 إلى ما بين 5 إلى 6 ملايين حاج بعد الانتهاء من توسعة الحرم المكي، بينما ستزيد أعداد المعتمرين لتتجاوز 20 مليوناً طوال العام. ويتوقع الخبراء ارتفاع معدلات حجم عوائد الحج والعمرة بحلول 2020 إلى نحو 13 مليار دولار بعد اكتمال منظومة المشروعات التوسعية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. يعني ليست هناك جهة لم تطور ما لديها من مشاريع سابقة، كل الجهات طورت المشاريع، ولكن في نظري أنا أنه أهم ملاحظة لي أنا على التطوير في هذا العام هو التنسيق بين الجهات العاملة في خدمة الحجيج في هذه المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة. موسم الحج ينعش حركة تداول الريال السعودي ويرفع الطلب عليه، وبالتالي تزيد أرباح شركات الصرافة بالسوق المحلية خاصة في الحرمين الشريفين، كما يساهم الحج في تقليل البطالة وخلق فرص عمل مؤقتة داخل السعودية تدوم ما بين 45 يوماً وشهرين، ويتم أحياناً استقدام عمالة مؤقتة من الخارج في حال عدم اكتفاء السوق المحلي، خاصة في عمال ذبح الهدي والحلاقين. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد المطلب أربة، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول. دكتور عبد المطلب، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، حياكم الله، أهلا وسهلا. نتحدث إذن عن اقتصاديات الحج، والقرآن الكريم نص في سورة الحج عن وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحديث عن أن يشهد موسم الحج، يعني هذا الزخم الاقتصادي موجود وتاريخي، ولكن شهد في السنوات الأخيرة تحول، أصبح صناعة، كيف ترى ذلك بداية؟
يعني في الحقيقة الإسلام لما فرض الحج قد يعني قصد من هذا العبادة هناك عدة أشياء ما تتعلق بالجانب الديني الروحي وأيضا ما يتعلق بالجانب الدنيوي. يعني هناك أشياء كثيرة تحصل من خلال هذه العبادة. لكن مع الأسف الشديد يعني التركية يعني من بداياتها في دخول الإسلام بدأت تهتم بالحج بعبادة الحج بتقديم الخدمات على كل نواحي لمواطنيها. يعني هذا ما نلاحظ في الحقيقة إلا كل المسلمين في أنحاء العالم. يعني هناك الحج العبادة طبعا مهمة جدا في الإسلام من أحد خمسة شروط في الإسلام، لذلك اهتمام موجود وخاصة اهتمام من قبل الأتراك. يعني تركيا كدولة اهتمام كبير جدا، ونشاهد في الدولة العثمانية مثلا كان هناك الخدمات تنفق على في الحقيقة مدن كبرى في إسطنبول بورصة وأنقرة، كانت تنفق نفس الخدمات نفس التكاليف إلى منطقة الحجاز. وما نشاهد في الحقيقة يعني كان كل الإمكانات التركية في الدولة العثمانية كانت مقدمة لهذا. حتى نشاهد في الآونة الأخيرة يعني السلطان عبد الحميد الثاني قام بتصنيع وتأسيس السلك الحديد الذي يعني كان في ظروف قاسية جدا، يعني قدم في الحقيقة كل ما بوسعه. كل هذا لماذا؟ يعني هناك أن يحصل من قبل المواطنين تبعهم يعني الشعور الدينية التي يحصل من خلالها. يعني هذا الجانب الديني نعم هو الهدف الرئيسي، لكن من خلال هذا الحركة الدينية الروحية هناك تحصل أشياء أخرى، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق في الحقيقة بأمور اجتماعية، ما يتعلق بأمور ربما على مستوى يعني السياسية. هناك أشياء كثير ممكن نناقشها في الأخير. نتناول هنا الشق الاقتصادي في هذا الأمر. والإحصائيات السعودية تحدثت العام الماضي عن أن السعودية حققت عائد تجاوز 16 مليار ريال سعودي من موسم الحج العام الماضي في 18 يوما فقط. هذا العائد يساوي تقريبا أكثر من 4.1 مليار دولار. يعني هذا رقم حقيقة ضخم. هل يتساوى هذا الرقم، هذا العائد الذي يدخل إلى السعودية، مع الخدمات التي تجهزها السعودية للحجيج؟ يعني في السعودية في الحقيقة سنوات الأرقام للسنة الماضية هناك يعني حوالي 12 مليون الحاج والمعتمر قد يعني سافر للسعودية. نعم. يعني هذا كرقم المصرح فيه من قبل مؤسسات طوال العام. لكن في الحج كان الرقم 2 مليون حاج تقريبا. 2 مليون ونصف، لكن ونصف من الداخل. نعم. طبعا هناك السفرات العمرة هي مستمرة طول السنة. نعم. العائد الذي يحصل من خلال هذه السفرات يعني هو تقريبا يعني 12 مليار دولار ما يحصل من خلال الحركة الحجية بس، وهناك 12 مليار دولار ما يحصل من خلال الحركة العمرة. يعني إذا جمعنا هذا الرقم هائل جدا يكون 24 مليار دولار. وإضافة على ذلك هناك قد تم توسيعة الحرم، ومن خلال هذه التوسيعة أيضا يهدف في الحقيقة إضافتين مليارين دولار أيضا، يعني المجموع سيكون حوالي 26 مليار دولار من خلال الحركة الدينية التي يعني يقدمها. لكن إذا جينا للخدمات التي تقدم السعودية في الحقيقة يعني ونحن نرى في الحقيقة الخدمات هي غير مناسبة غير كافية، وهناك تعامل غير جيد مقابل الحجاج. يعني السعودية بدأت تتاجر بهذه العبادة، ونحن كمسلمين لنا حق في هذه العبادة، وليس هناك لأحد أن يمنعنا من هذا الحق الديني الذي أعطانا الله عز وجل. يعني السعودية تريد في الحقيقة أن يعني توازي، أن تحصل من خلال هذا العائد أن يكون الأرقام موازية ما يحصل من خلال النفط الذي يعني كان لهم التجارة. في رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدثت عن أنهم يعني يستهدفون 12.5 مليار دولار من الحج فقط في عام 2030. يعني 12 مليار دولار حاليا ما تحقق. لا، في 18 يوما أثناء فريضة الحج فقط. نعم. يعني 12 مليار دولار، وإضاف عليه مليارين يهدفون من خلال توسيعة الحرم. طبعا هناك حركة العمرة هي طول السنة تستمر. يعني 26 مليار دولار رقم هائل جدا، لكن مقابل هذا الرقم في الحقيقة هناك خيبة الأمل. وأنا شخصيا كنت في الحج السنة الماضية، الخدمات التي تقدم هي ليست خدمات على مستوى المطلوب مقارنة بالخدمات التي كانت تقدم دولة العثمانية سابقا بكل إمكاناتها الضيقة في الحقيقة الصعبة في ظروف صعبة جدا. لذلك نطلب من إدارة السعودية أن تقدم الخدمات ما تتعلق بحيث تريح وتقوي، ويعني ما يقدم كل خدمات لحول تقوية الشعور لدى الحاج. نعم. المسافر والضيفين لهم. الإحصائيات السعودية تتحدث كذلك عن الإنفاق الحج على المستوى الفردي داخل المملكة. تقول الإحصائيات أن هناك 40% من مجمل الإنفاق يذهب إلى الإسكان، و30% تقريبا يذهب إلى النقل والمواصلات، والباقي إلى الهدايا والغذاء وبقية الخدمات.
يعني 40% فقط للإسكان، وهذا يعني نراه في حركة التوسع الكبيرة في الفنادق في مكة المكرمة التي أصبحت حتى البعض يرى أنها تشوه صورة مكة أمام الحرم. يعني مع الأسف الشديد السعودية خاصة مكة لما تدخل فيها يعني لا يمكن أن تجد الحرم. يعني نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، كان في نفس الوقت من غار حراء كان يستطيع أن يشاهد الكعبة. بحيث الكعبة ويشكل هناك علاقة المباشرة الروحية التي ربما يعني نحن ندركها نوعا ما، لكن كان هناك التواصل المباشر بين الغار حراء والكعبة. لكن في الحقيقة اليوم من أبراج من ناطحات السحاب الذي يعني الآن التي نشاهدها في الحقيقة يعني هي تشوش السمعة، تشوش الرؤية التي هي تعتمد على التجارة، وهذا الذي يزعجنا كمسلمين. نريد في الحقيقة أن نقدم الرسالة، نوصل من خلالكم الفكرة أن الجانب التجاري الذي هو يسيطر على الحج الذي يعني يسجله كل حجاج لما يدخلون مكة بحيث يعني هم لا يستطيعون يجوا الحرم الشريف، يعني هي غايبة بين في الحقيقة. هناك أيضا جزء من الإنفاق الذي ينفقه الحج في هذه الرحلة المباركة، الإحصائيات تتحدث عن أن تقريبا 63% من الإنفاق يذهب إلى الداخل السعودي أثناء أداء الفريضة، ولكن هناك كذلك 36% أو 37% ينفقها في بلده قبل أن يسافر. تكاليف الحج ارتفعت كثيرا في كل دول العالم بلا استثناء، كيف ترى هذا وهل هذا يشجع المسلمين على أداء الفريضة؟ يعني مثلا في تركيا لما أعلنت النتائج الحج كان الدولار يعني قيمة الدولار مقابل التركية 3.81 سنت لما أعلنت نتائج، هذا قبل شهور يعني. نعم. لما بدأت الحجاج بتحرك طبعا السعودية وصل الدولار 4.85 سنت. نعم. يعني هذه تكلفة في الحقيقة يعني في نفس الوقت كان كبيرة جدا على الحاج التركي. يعني مثلا نشاهد التذاكر السعودية، التذاكر في الخطوط السعودية يعني هي في طول السنة غالية جدا، بينما في نفس المسافة نحن نسافر للبلدان الغربية يعني أكثر بكثير من المسافات الأسعار التي نقدمها هي مقارنة بالتذاكر السعودية في الخطوط السعودية هي في الحقيقة غريبة جدا. يعني ما هذه الفضيحة في هذه التذاكر؟ نعم. هذا أولا. الفنادق غالية جدا يعني بعدين كل شيء. يعني السعودية في الحقيقة يعني مع السياسات الأخيرة الضيقة المستبدة نوعا ما على المسلمين، على بعض العلماء هناك في الحقيقة نصبها ونحن نحزن عليها، يعني بدأت تخسر طبعا عائداتها من خلال النفط، والآن تريد أن تضع هناك بديل لهذا الخسر من خلال الحج. يعني هذا نحن كمسلمين هذا حقنا. يعني أصبح الآن الحج في الحقيقة يعني صعب جدا ومكلف جدا على الحجاج خاصة التركية. يعني لما كان النتائج أعلن 3.81 دولار الآن وصل دولار إلى أصبح الحج صعبا على كل الجنسيات المسلمين من كل الدول. دكتور عبد المطلب شكرا لك على هذا الحوار وكل عام وأنت بخير. عفوا أشكركم والله تقبل كل حج الحجاج إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. تزامنا مع الذكرى الثانية لعملية درع الفرات يواصل السوريون احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وقد شهدت المناطق المحررة في إدلب وجرابلس وإعزاز والباب نشاطا واسعا لتوزيع أضاحي العيد عبر المؤسسات التركية وعدد كبير من الجمعيات الإنسانية وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي يبحث عنها السوريون في مثل هذه المناسبات. عامان مرة على عملية درع الفرات التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر لتطهير مناطق شمال محافظة حلب من تنظيم داعش. بعد عامين تبدو الحياة في هذه المناطق مختلفة تماماً عما كانت عليه أثناء سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها. في مدينة جرابلس كما نعاير كل ضيوفنا في مدينة جرابلس من بقاع سوريا من أهل الشام وأهل حمص وأهل دير الزور كلهم أخوتنا نعايدهم ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. أجواء العيد في المناطق المحررة شمال سوريا تختلف كثيراً عن المناطق الأخرى حيث يعيش السوريون بعيداً عن أجواء القصف والترهيب. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة
إلا أن أجواء الأمن التي تخيم على هذه المناطق زادت من فرحة العيد رغم مرارة الأوضاع السورية. ما شاء الله أسواق رجعت مالية وأجواء كويسة الحمد لله. الحمد لله صارت المنطقة آمنة وصرنا يعني نبيع ونشتري بحرية تامة وتحسنت الأمور شوي بسبب الأمن اللي صار بفضل الأمن والتركية اللي رعت المنطقة وحماية ومنطقة صرنا نربي مواشي وتأمنت الأعلاف وتأمنت الأغنام عم بعد وصلنا الأرض وعملوا عقود معنا مشان الأضاحي والمهم أنه عشنا بأمان هو الأمان أهم شيء بالنسبة لنا. تحرير هذه المناطق عبر عمليات عسكرية للجيش التركي بالتعاون مع الجيش الحر سمح للجمعيات الخيرية التركية والسورية بتوسيع نشاطاتها حيث تعمل بكل حرية وأمن. نقول للشعب والحكومة التركية كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يعم الأمن والخير والسلام على سوريا وعلى الشعب التركي الشقيق. كل الشكر لهم وإن شاء الله نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار. توزيع الأضاحي والملابس واحد من أهم المشاريع التي تسعى الجمعيات الخيرية لتنفيذها خلال عيد الأضحى، حيث تضم المنطقة أعداداً كبيرة ممن نزحوا من مناطق أخرى وتركوا أموالهم وديارهم. جينا هون نستلم الأضاحي من الوقف التركي، وقف الديانة التركية، وتم توزيع الحمد لله وطلعنا حصص كبيرة، ونشكر الحكومة التركية على المساهمة وعلى الجهد اللي عم تعمله مع الشعب السوري بالمخيمات. بالنسبة للمخيمات في المناطق المحررة بالشمال السوري يسعى السكان إلى تجاوز ما عايشوه من سنوات الحرب عبر إحياء المناسبات والأعياد المختلفة. ونرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس خالد العيسى مدير عام جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. مهندس خالد أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا فيك وكل عام وأنت بخير والحضور بخير إن شاء الله. يعني عيد الأضحى هذا العام تزامن مع الذكرى الثانية لعملية درع الفرات التي نجحت بتحرير العديد من المناطق في الشمال السوري في الباب وجرابلس وإعزاز وغيرها من المناطق. مؤكد أن هذا يعني هذه المناطق أصبح هناك تركيز عليها في الأعمال الإغاثية والخيرية التي تقوم بها الجمعيات وخاصة جمعية عطاء. طبيعي يعني هو الجو الآمن للعمل الإنساني أن يكون يعني تتوفر في الحد الأدنى للأمن، وحقيقة القوات التركية استطاعت من طريق يعني عمليات درع الفرات أن توفر هذا المناخ، فهذا شجع بشكل كبير على يعني كثير من الجمعيات للبدء في العمليات الإغاثة الإنسانية في تلك المناطق. كيف يتم التنسيق بينكم وبين المؤسسات التركية سواء حكومية أو خاصة إغاثية؟ كيف يتم التنسيق لتوصيل يعني الخدمات إلى السوريين في هذه المناطق؟ في الحقيقة المناطق هي تخضع لمؤسستين رئيسيات في تركيا في العمل، الهلال الأحمر التركي والآفاد، ونحن في تنسيق يعني عالي خصوصا مع الهلال الأحمر التركي، وكان في الفترة السابقة في مشروع يعني كبير لموضوع عمل وحدات سكنية للإيواء في تلك المناطق، وجمعنا أكثر من اجتماع معهم لتنسيق العمل ونرى ما هو المحتاجين، كونه الجمعيات اللي هي تخدم السوريين خصوصا في تلك المناطق متلامسة أكثر مع الاحتياج، فهن دائما بيسمعوا يعني آراءنا وبصير في أحيانا بعض يعني العمل المشترك. نعم، جمعياتكم من الجمعيات التي يعني تركز على مشروعات التنمية بالإضافة إلى المشروعات الإغاثية، ولديكم مشروعات متعلقة بالمشروعات الزراعية والمشروعات المتعلقة بالخبز وصناعة الطحين، يعني نتعرف لماذا هذا التركيز الاستراتيجي في العمل بهذه الطريقة؟ يعني سؤال كتير جيد، لأنه نحن نتيجة كثير دراسات ميدانية وجدنا أنه اليوم المواطن في داخل سوريا يحتاج أمرين بشكل رئيسي. الأمر الأول هو الإيواء، يعني الناس شردت من غوط دمشق، من حلب، من ريف حمص، واتجهت إلى الشمال السوري تبحث عن أي مكان للإيواء، فهذا الحاجة الرئيسية الأولى. الحاجة الرئيسية الثانية أي فرصة عمل. اليوم عمل ولو بخمسين دولار في الشهر
لأن الشخص عندما يفقد لا يوجد لديه ما يخسره يصبح يعني خطير. نعم. فإيجاد أي فرص عمل، ما هي الأمور التي توجد فرص عمل؟ هي المشاريع التنموية اللي ذكرتها، سواء مشاريع زراعية، المشاريع حتى مشاريع الإسكان والإيواء التي يعني نحن الآن بنينا أكثر من 1500 شقة صار في شمال السوري، هي توفر آلاف فرص العمل. نعم. المشاريع الزراعية، المخابز، كل ذلك المشاريع التي تشغل يد العاملة هي أكثر ما يحتاجها الناس في الشمال السوري. ربما هذا لاحظناه في الفترة الأخيرة في تركيا عندما حدثت انخفاض في يعني كميات البطاطس، كان التوريد جاء من مناطق الشمال السوري المحررة في ضلع فرات. في عيد الأضحى المبارك ماذا تقدمون بالضبط للسوريين في هذه المناطق؟ الحمد لله نحن هي للسنة الخامسة، هذا خامس عيد مر علينا ونحن نخدم يعني أهلنا في سوريا في الشمال السوري واللاجئين أيضا في يعني في تركيا. طبعا يعني كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العيد هو يعني عيد يعني أكل وفرح، فهو في سنة من ديننا الحنيف هي الأضحية. تعمل كل الجمعيات في العيد في مشروعين تقريبا رئيسيات، الأضاحي وكسوة العيد وخصوصا للأيتام. نحن الحمد لله في هذا العيد يعني قدمنا أكثر من 1000 كسوة لألف يتيم بشكل عام في مختلف مناطق الشمال السوري، وأيضا الأضاحي تقريبا شملنا كل مناطق الشمال السوري. للأسف أنه حالة الفقر الشديد ووجود الناس في المخيمات يجعلهم أحيانا لا يذوقون اللحم إلا في عيد الأضحى. نعم. فنحن نولي أهمية كبرى لهذا المشروع لأنه هو إدخال سرور وأيضا تحقيق شعيرة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله قدرنا نقدم أكثر من 2500 أضحية تم توزيعها على كل مناطق الشمال السوري من مناطق درع الفرات وحتى مناطق عفرين وغصن الزيتون ومناطق إدلب وريف حماة. يعني حاولنا أن يعني نغطي أكبر قدر ممكن من المستفيدين. نعم. جهود طيبة تقوم بها الجمعيات العاملة في هذه المناطق، وكان من أحد هذه الجهود المؤتمر الذي عقدتموه العام الماضي في مارس العام الماضي، مؤتمر أفاق التنمية في سوريا. يعني إلى ماذا أو كيف كانت المخرجات من هذا المؤتمر وما تحقق منها حتى الآن، وخاصة في إطار عناوين كبيرة كانت مرتقبة من هذا المؤتمر مثل الإيواء وإعادة الإعمار ومثل اقتصاد المشاريع الصغيرة والتعليم المهني والتعليم العام؟ الحمد لله انطلقت يعني من ناحية الإعمار، نحن انتهينا من مشروع 750 وحدة سكنية في منطقة الشمال، وانتهى التخطيط والبنى التحتية لمشروع 1500 وحدة، واليوم نحن سننتقل في البناء لمناطق درع الفرات. قلت لك على اللقاء اللي جمعنا مع الهلال الأحمر التركي حتى ننقل بعض هذه المشاريع لمناطق درع الفرات، فهذا كان من إخراجات المؤتمر. من إخراجات المؤتمر هو موضوع المشاريع الصغيرة، نحن أطلقنا محفظة بمليون دولار في مناطق معرة عمان، وهي بدأت في العمل في مناطق ريف حلب وإدلب، ويعني وشهدت إلى اليوم نجاح كبير. الشعب السوري بطبيعته شعب شغيل، شعب مهني، صغار الكسبة أو المهرة يحتاجون بس انطلاقة. نعم. فكان هذا المشروع لتعزيز هي الروح ولإعطاء هي الانطلاقة لكل صاحب يعني شخص يريد أن يكتف يعني أن يؤمن الكفاف لنفسه بأي مهنة. نعم. فهذه كانت من النتائج المؤتمر واللي هي اليوم يعني ما زالت يعني عاملة. الحمد لله الموضوع التعليم المهني اللي أطلقناه من سنة انتهت بناء أكبر مدرسة للتعليم المهني في الشمال السوري، ستبدأ تفتح أبوابها مع العام الدراسي هذا اللي هو بعد يعني شهر من الآن، فهذا كمان من نتاج المؤتمر. هي يعني المشاريع اللي نقصد فيها نخرج من دور الإغاثي المباشر إلى دور التنمية. نعم. أخيرا مهندس خالد، يعني لو هناك رسائل سريعة في عجالة توجهها لأبناء الشعب السوري في هذه الأيام المباركة. طبعا يعني منوجه لهم أول شيء بنقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يعني الأمور لأفضل. نحن كشعب يعني وجدنا محنة كبيرة، ولكن مع كل محنة هناك منح. هذه المنح نحن تعرفنا على ثقافات مختلفة، استطعنا أن يعني أن نستعيد الكرامة التي كانت مسلوبة، نبني مؤسسات جديدة، وإن شاء الله سيبنى الوطن. يعني هذا يعني اليأس
ليس له محل عندنا إن شاء الله. شكرا لك المهندس خالد العيسى، مدير عام مؤسسة عطاء للإغاثة الإنسانية، شكرا لك وكل عام أنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقيكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.